عقيمة في لبنان، وليس لديه بيت فيه أو عنوان أو بطاقة إقامة دائمة. فقال يكفي سابين، سابين أكملي. مرحبا أستاذ خضر. أهلا كريم. سابين ما كريم أكمل. فقال لي المسؤول الجمركي: أهلا بك يا سيدي في لبنان، لكن إدخال أثاث منزلي كامل من صلاحيات المدير العام للجمارك، فهل ترغب في أن تراه؟ قلت: يسعدني أن أتعرف إليه. دخلت على المدير العام فنهض من وراء مكتبي، فأخذني بالأحضان وطلب لي قهوة، وسألني عن شعوري أولا وعن صحتي وأحوالي ثانيا، ثم طرحت عليه مشكلتي. فقال والابتسامة الكبيرة تضيء في عينيه وعلى شفتيه: يكفي عن أي مشكلة؟ يكفي يكفي يا كريم. علي بسمة أكمل. علي حسن بسمة. هاي أستاذ. أهلا. عن أي مشكلة تتحدث؟ هل يحتاج نزار كباني إلى تصريح لدخول بيته؟ إن لبنان بيتك كما هو بيت الشاري، فلا تشغل بالك بهذا الموضوع، فنحن اللبنانيون عشاق لشارك، ولبنان لا يتقاضى رسوما جمركية من الشعراء، فأهلا وسهلا بك في وطن الشعر ووطن الحب. أكمل يا جبريال. جبريال أكمل. خرجت من مكتب مدير الجمارك وأنا أتعثر بدموعي، وبعد ساعات كان أثاثي مكوماً على رصيف مرفأ بيروت، وأنا لا أعرف أين أذهب وفي أي منطقة من مناطق لبنان سيكون بيتي. أودعت أثاثي في كبوي يملكه أحد الأصدقاء اللبنانيين، وذهبت إلى أحد الفنادق ونمت ليلتي الأولى على صدري بيروت الحنون الدافئ. وكلمات المدير العام للجمارك تطن في أذني: نحن في لبنان لا نأخذ رسوما جمركية. تيا أكملي. يكفي أكملي يا تيا. أستاذ. نعم. سليمة أطوع عند الكهرباء مش جاي الإنترنت. ليست هناك مشكلة. تيا أنت معنا. سيلين نجدي أكملي. هذا الحب الأول الذي داهمني وأنا أقف على مرفأ بيروت خضني ودوخني وغير تركيب دورتي الدموية. شعرت بطمأنينة عجيبة على مصيري، وأحسست أن الرياح حملتني إلى قدر الجميل، وأن قصائدي قد نامت في بيت أمها وأبيها. وأن قصائدي قد نامت في بيت أمها وأبيها. أمها وأبيها. فاطمة عبود أكملي. يكفي فاطمة أكملي. على صخور الجبال اللبنانية أقمت مجدي الشعري، ومن أرض لبنان وسنديانه وصنوبره صنعت مراكز أوصلتني إلى حدود الشمس. لبنان أعطاني خرائط الشعر وقدم لي زادا من المعرفة والثقافة والحضارة لا أزال آكل منه حتى اليوم. روى أكملي. يكفي أكملي يا روى. روى آدم أكمل. تفرغت في بيروت للشعر وحده، كنت أتنفس شعرا وأتكلم شعرا وأسكت شعرا، ولا أتذكر مكان في حياتي تماهيت فيه شعري
في هذه المرحلة الزاهية. كانت بيروت عروسا في أحسن حالاتها رنقا، وكنت في أحسن أيامي تعلقا. لحظة، لقد أعطتني. يكفي يكفي، أكملي يا أكملي يا هديل. أستاذ أكملي. لقد أعطتني بيروت خلال 20 عاما كل المواد الأولوية التي يحتاجها الأولية التي يحتاج إليها شاعر ليكتب اسمه على جدران الوطن على جدران الوطن العربي بالحروف الكبيرة، فمن جنيف ومن مدريد ومن لندن. كنت كلما شعرت ببردي منفى أحجز مكانا على أول طائرة مسافرة إلى بيروت لأسترجع حرارة الشعر وحرارة القلب. كنت أذهب إلى بيروت. يكفي، أكمل يا أحمد سلهب. أحمد سلهب أنت معنا، أكمل. أستاذ بس ما صرت. كنت أذهب هنا. كنت أذهب إلى بيروت لأحافظ على لياقة الشعرية ولا تبارك بصوتي لأتبارك بصوت مقرئتها. شو أستاذ؟ بصوت مقرئيها ورنين أجراس كنائسها وزحمة سياراتها وتعدد منابرها وشجاعة جرائدها. كنت أذهب إلى بيروت لأتأكد أنني لا أزال قادرا على الكتاب وقادرا على العشق وقادرا على السفر إلى أي مكان من دون أن أكون معي تأشيرة الدخول. أن يكون معي تأشيرة الدخول. يلا لنكمل الأسئلة التي كنا قد بدأنا بها، وصلنا إلى ثالثا هنا. قلنا ما الحادثة التي سلط الكاتب الضوء عليها، حقيقية كانت أم خيالية؟ أعتقد أجبنا عن هذا السؤال ولكن يمكننا أن نعيد هنا. هذه ما الحادثة التي سلط الضوء عليها؟ ما معنى سلط الضوء عليها يا إسماعيل؟ صباح الخير أستاذ. يعني صباح الخير، يعني ركز عليها. ما الحادثة التي ركز عليها الكاتب هنا في هذا النص يا إسماعيل؟ يعني أعطاها الأهمية. إسماعيل يعني أعطاها الأهمية، صحيح أستاذ. نعم، ما هي الحادثة التي أعطاها الأهمية الكاتب هنا وسلط الضوء عليها في النص؟ أي حادث؟ الشغلة اللي أعطاها أهمية؟ نعم؟ الشغلة اللي أعطاها أهمية يا أستاذ؟ صح، في النص التي كان يعني سردها وكانت مهمة بالنسبة له. أن نزار قباني كان من يجيب؟ ألمى هل لديك إجابة؟ آدم تفضل يا آدم، ترفع يدك تفضل. إنه بس حمل العفش وما خلي فوت أول شيء ورجع، إنه مش قصة تاك خلي فوت. لم يكن لديه منزلا أو عنوانا أو بطاقة إقامة. قبل ذلك ألم يركز على حادثة استقباله؟ كيف تم استقباله بهذه الحفاوة وبهذا الفخر الكبير وبهذه ألم يشعر بالفرح ويتعثر بدموعه؟ نعم تفضل. لا، لما راح عند الجمالك مدير الجمالك. صح، هي الحادثة عندما وصل جيد. صحيح رجال. صحيح صحيح. طيب السؤال الثالث، هل اقتصر ما أورده الكاتب على فترة زمنية واحدة؟ أوضح إجابتك. هل ما ذكره الكاتب في النص من أحداث، هل اقتصرت على فترة زمنية على مدة قصيرة أم كان وقتها ممتدا وطويلا؟ هديل تفضلي. هديل تسمعينني؟
جابرييل أسألتك هذا السؤال؟ أعيد، جابرييل، هل اقتصر ما أورده الكاتب على فترة زمنية واحدة أو واحدة؟ أوضح إجابتك. ما المقصود بهذا السؤال؟ يعني الأحداث التي ذكرها الكاتب في نصه، هل هي حدثت في وقت واحد أم امتدت إلى فترة زمنية تقريبا طويلة يعني؟ تفضل يا جابرييل. تمددت إلى فترة زمنية. صحيح، لماذا امتدت؟ ما هو تحدث عن وصوله، عن حديثه مع الجمارك. تفضل. نعم، في النص كان يقول أنه عندما كان يكون في بلاد بعيدة مثل لندن. جيد. يطلب أول طائرة ليرجع إلى لبنان. صحيح، أولا هو وصل إلى لبنان، هو سكن في منطقة سكن وقتا طويلا في لبنان، كان يكتب الشعر والأدب، وسافر إلى الخارج، وكان يعود إلى لبنان. هذه فترات ليست فترة زمنية واحدة، هي فترات زمنية امتدت لسنوات. صحيح. طيب، إذن على ضوء إجاباتك السابقة حدد نوع هذا النص معللا. إذا كانت الأحداث لحظة، من يتكلم؟ سيلين نجدت. طيب يلا اتركوني أطرح السؤال أولا. على ضوء إجاباتك السابقة، ما هي الإجابات السابقة؟ يعني الأسئلة، السؤال الأول والثاني والثالث، حدد نوع النص. يعني أنه المتكلم في النص هو الكاتب الذي يتكلم بصيغة المتكلم، ويسلط الضوء على حادثة حصلت معه أو على جزء من حياته عاشه في لبنان، وهذا هذه الحادثة أو هذا الجزء الذي عاشه امتد على فترة زمنية طويلة. طيب، من خلال كل هذه الأشياء، ما هو نوع النص يا سيلين؟ تفضلي. سيرة ذاتية. سيرة ذاتية. إذن يشترط في السيرة الذاتية أن تكون هناك فترة طويلة طبعاً نوعا ما، يعني عدة فترات من زمنية يتحدث عنها، وأن يكون هو متكلم بصيغة يتكلم بصيغة المتكلم. طيب، السؤال، بماذا تتميز السيرة؟ إذا كنا نريد أن نتحدث عن مميزات السيرة الذاتية أو السيرة بشكل عام، بماذا تتميز؟ هل لديكم فكرة؟ كريم، هل لديك فكرة عن الموضوع؟ نوع هذه النص سيرة ذاتية، وهي نوع أدبي يعني بعرض محطات من حياة إنسان بأحداثها ومحورها، حياة الكاتب نفسه. جيد. وسيرة نزار قباني ساطة بس هدول هم يعني مميزاتها. لحظة، لا كلا، اتركوه يكمل أولا. أكمل يا كريم. وسيرة نزار قباني سلطت الضوء على إيمانه على مشكلة إدخاله الأساس إلى بيروت. طيب، هنا عرفت بالسيرة صحيح، ولكن من أهم مميزات السيرة يا شاطرين، من أهم مميزات السيرة ما هي؟ الموضوعية في والصدق والعفوية في نقل هذه الأخبار أو الأحداث التي نرويها. يعني يجب أن تكون الأحداث حقيقية، يجب أن أكون صادقا في نقل الأحداث وفي نقل ما حصل معي وفي الحديث عن نفسي، يجب أن أكون صادقا، يعني مش بقعد ببلش صواريخ يعني أقوم بالكذب واختراع أشياء، هذا غير ممكن. ويجب أن تكون الأحداث حقيقية حصلت فعلا وليست خيالية مثلا. هذه من أهم صفات السيرة، واضحة، ومميزات السيرة، واضح؟ نعم. طيب، أجل هذه الأجوبة راح تبعتون؟ سأرسل لكم الإجابات طبعا نظرا لضيق الوقت، لن تتمكن من الكتابة مباشرة، ولكن كالعادة سأرسل لكم الإجابات، وأريد أن أرى الإجابات موجودة على دفتركم. نعم، تفضل، من يتكلم؟ سابين سالي، راح الواي فاي. ليست هناك مشكلة. خامسا، طبعا المحور سهل جدا هنا. تمثل مشكلة الكاتب في إدخال أثاث بيته إلى بيروت وفي إيجاد مسكن له العقدة في هذا النص،
طبعا عندما تحدثوا عن عقدة في سيرة ذاتية ليست كالعقدة في قصة خرافية أو في القصص التي تحدثنا عنها في المحور السابق. هنا عقدة مشكلة بسيطة يعني. ما كان حل هذه العقدة؟ عندما كانت عقدته أنه لا يستطيع إدخال أثاث البيت ولا يستطيع إيجاد مسكن، كيف كان حل هذه العقدة؟ يا من سنختار الآن؟ غادر. علي بسمة. علي حسن بسمة، تفضل، يلا أجب عن السؤال. كيف حلت هذه العقدة؟ من خلال ماذا؟ بس فيك ترجع عن النص. هو ذهب عند المدير. إيه، ماذا فعل المدير؟ أخذه بالأحضان وقال عن أي مشكلة أنت تتحدث؟ هل يحتاج يعني قال له يمكنك أن تدخل أي شيء تريد، صحيح؟ صحيح. صح، هذا هو الحل، صحيح. لسنا بحاجة إلى العودة للنص. إذن الحل للمشكلة أنه ممنوع عليه إدخال الأثاث، دخل عند مدير الجمارك فقال له يمكنك إدخال ما تريد. هذا هو الحل للعقدة. ما الوضع النهائي؟ كيف انتهت هذه السيرة؟ كيف انتهت في الفكرة؟ صباح الخير يا أستاذ. صباح النور يا علي. ألمى تفضلي، كيف انتهت هذه السيرة؟ هلا جنات. ليست لفيت هلا بدون كلام. إذن كيف انتهت يا ألمى هذه السيرة؟ أستاذ في جوابك أرى. من يتكلم؟ غادي. تفضل يا غادي، كيف انتهت السيرة؟ انتهت بالسعادة. كيف تكون سعادته يعني؟ يعني كان ماذا يفعل؟ كان يعود. كيف انتهت السيرة؟ كيف انتهى النص؟ انتهى بماذا؟ بأنه كان يعود. عندما أنه عاد إلى بيروت. كان يعود إلى بيروت كلما شعر بماذا؟ أو ليتأكد من أنه لا يزال قادرا على الكتابة. ولو نسيتم الوضع النهائي. أستاذ مشروع أساس عايش بلبنان. صح يا روى تتحدثين أنت؟ هو عاش في لبنان لفترة معينة يا روى، ولكنه بعد ذلك غادر لبنان، عاش فترة من الزمن وغادر، انتقل بين عدة دول، جنيف ومدريد ولندن، ولكنه كان يعني الإنتاج الأدبي والشعري الذي كان يعطيه في لبنان لم يجد مثيلا له في البلاد الأخرى. فكلما شعر بأنه يريد أن يكتب، وأنه يعني يريد أن يفحص نفسه بأنه قادر على الكتابة، كان يعود إلى لبنان من شدة حبه للبنان، لبيروت. وضحت الفكرة؟ تاز. نعم تفضل. كاتبين بالناس كنت أذهب إلى بيروت لتأكد أنني لا أزال قادرا على الكتابة وقادرا على عشقي. أيوة. صحيح. وقادرا يعني على السفر إلى أي مكان من دون أن يكون معي تأشيرة الدخول. إيه، لأن الدخول إلى بيروت كان سهلا بالنسبة له. ألم تذكر أن المدير الجمارك قال له يمكنك أن تدخل ولا نأخذ جمارك من على شيء من الشعراء، هل تذكر ذلك؟ كل هذه الأمور يعني هي التي كانت تلعب دورا. إذن ننتقل للجزء الأخير من النص من الدرس في أساليب التعبير. ركزوا معي هنا. فقال: والابتسامة الكبيرة تضيء في عينيه وعلى شفتيه. هذه الجملة فيها صورة بيانية، حدد نوع الصورة البيانية في هذه الجملة وأوضح من خلالها الصفات التي عرف بها اللبناني. ما نوع الصورة البيانية الموجودة هنا؟ والابتسامة الكبيرة تضيء في عينيه. ما معنى صورة بيانية؟ يعني استعارة، كناية، تشبيه. كناية، إنها كناية. كناية عن ماذا؟ عن الضوء. عن أنه سعيد جدا. ممكن أن تؤخذ، ولكن فيها شيء آخر. انظروا إليها. الابتسامة الكبيرة تضيء في عينيه. تضيء في عينيه. هل الابتسامة استعارة؟ استعارة. هل الابتسامة تضيء؟ استعارة. استعرنا الضوء.
ضوء وأعطيناه لمن؟ للعينين. الابتسامة الكبيرة. للعينين صحيح. لحظة، لا للابتسامة مش للعينين. جعلنا الابتسامة تضيء. طيب لماذا استعمل هذه الاستعارة؟ ما دور رأيكم؟ ما دور هذه الاستعارة؟ استعارة تشبيهية. ما دورها في النص من حيث المعنى وليس استعارة تشبيهية. النص ولا التأكيد على أنه كان مبتسما كثيرا. يجمل الكلام ويجمل المعنى. صحيح، أولا يجمل المعنى، يعطينا معاني كثيرة، صحيح. وأيضا أراد أن يصف حالة الفرح التي وتعبيرا مجازيا. هي أكيد تعبير مجازي، هذا ما ليس فيه شك. أيضا أراد أن يظهر مدى الفرحة حبه لبيروت، وهذا الاستقبال الحافل يعني الذي استقبل به. استخرج من القسم الرابع من النص صورة مماثلة وأوضح وظيفتها. نريد فقط أن نستخرج من القسم الرابع صورا تشبه هذه الصورة، يعني استعارات أيضا. لنعد إلى النص، لنعد إلى القسم الرابع. هذا القسم الرابع، لاحظوا، اعملوا ميوت، اللي عنده صوت تلفزيون يعمل ميوت. أجل يلا، من يستخرج لنا صورا مشابهة للصورة التي تحدثنا عنها قبل قليل من هذه الفكرة الرابعة؟ انظروا إليها. أنا تفضل. نريد أن نستخرج من الفكرة الرابعة صورا مشابهة للصورة البيانية التي استخرجناها الاستعارة، التي كانت تقول الإضاءة. أستاذ أنا نأت وحدي. نعم تفضل يا علي. بسمة أولا. وأنا أتعثر بدموعي. أتعثر بدموعي. هل يمكنني يا أستاذ؟ لحظة، أنا قلت قبلك إذا بتريد تعمل ميوت. إذا أنا أتعثر بدموعي، صحيح. هل يتعثر الإنسان بدموعه؟ لا. نشوف شي مرة سابين ماشي عم تبكي، عم تتعركشت بدموعها مثلا، هل هذا سابين في إحساس، في إحساسنا تبكي؟ لا أصمت، لا تتكلم بهذا الشكل، أنا أعطفكم فقط. يلا صورة أخرى تفضلوا، من لديه صورة أخرى أيضا مشابهة؟ أنا يا أستاذ. تفضل يا كريم. في نفس الليلة الأولى على صدر بيروت الحنون الدافئ. صحيح، هل لبيروت صدر؟ في نفس الفكرة. صحيح، جيد جدا. إذن هذه الصور أيضا، دائما هذه الصور ماذا تفعل؟ تجمل الكلام، تعطي معان جديدة، تعطي صور إيحائية للجمل. جيد جدا. استخرج من القسم السادس تشبيها، لاحظوا كلها هنا صور بيانية. استخرج من القسم السادس تشبيها، حدد أركانه وأوضح الغاية من استخدامه. يلا القسم السادس، فلنعد إلى النص. هذا القسم السادس، من يستخرج لنا تشبيها هنا؟ سيرين فتوني، دخلتي قبل قليل، استخرجي لنا تشبيها من هذا القسم. أساس في أنا سيرين نجدي، ما فرق كثير أسامي. سيرين خرجت أصلا على ما أظن. تفضل يا سيرين. يلا فاز. نعم سيرين، بتعمل 4G، ما عندي إنترنت بالمرة. ليست هناك مشكلة. هل يمكنك الإجابة عن السؤال؟ هل يمكنك أن تستخرجي لنا تشبيها؟ هل ترين الفكرة على القسم أمامك هنا، القسم السادس؟ عم شوف بس مغبش. طيب يلا يا سيلين. لبنان أعطاني خرائط الشعر. أي أين التشبيه؟ مش تشبيه، هي أعطاني صورة. هل يمكنني يا أستاذ؟ لحظة عم فتش يا أستاذ. فتشوا جميعا، يلا ليست هناك مشكلة. أنا
من تكلم؟ فاطمة؟ تفضل يا فاطمة. كنت أتنفس شعرا. أين هنا أين أين التشبيه؟ هنا تعبير مجازي ولكن ليس تشبيها. كنت في أحسن أيام تلقاهم تعلقا. لا كانت بيروت عروسة. عندما أريد أن أبحث عن تشبيها يا تلاميذي الأحباء، عندما أريد البحث عن تشبيه يجب أن يكون هناك مشبه، يجب أن يكون أن أجد مشبها ومشبها به. واضح؟ أين المشبه والمشبه به فيما تذكرون؟ كانت بيروت عروسا. بيروت عروسا. أيوة بيروت عروسا. مشبهة بالعروس. جيد، لاحظ هذا تشبيه بليغ، يعني فقط هناك مشبه ومشبه به. جيد. طيب استاذ كانت هي الأداة. لا لا فيش أداة هون، ليست هناك أداة يا سيرين، محذوفة أداة تشبيه غير يعني موجودة. التشبيه يحتاج إلى ركنين أساسيين، المشبه والمشبه به، يعني يمكن أن تحذف أداة التشبيه وأن يحذف وجه الشبه. إذن هنا يقال كانت بيروت عروسا، هنا شبه بيروت بالعروس. المشبه أين هو يا كريم؟ بيروت شبه به عروسا. عروسا. وجه الشبه أين هو أو ما معناه، يعني بما معناه؟ كانت جميلة حسن بيضاء. والجمال، حسن والجمال تقريبا. صحيح، أداة التشبيه غير موجودة. هون فينا نقول وجه الشبه موجود، يعني في أحسن حالاتها رونقا، يعني قد لا يكون بليغا التشبيه ولكنه تشبيه طبعا. ماذا أفادنا هذا التشبيه؟ ما هو دور هذا التشبيه؟ لماذا استعمله غير تجميل الكلام؟ عم يوصلنا فكرة أنه بيروت بالفصحى بيروت حلوة. جيد جدا، بالفصحى، ولكن بالفصحى صح. هو يصف بيروت، يعبر عن جمالها، عن إعجابه بهذه المدينة بيروت سحرته وقدمت إليه ما كان يحب. إذن هو يعبر من خلال هذا التشبيه عن إعجابه بمدينة بيروت. جيد جدا، جيد جدا جدا. نعود لنرى ما لدينا أيضا. حدد النوع المحسنة البديعية، أتركوا هذا السؤال، نحن لم نتحدث عن السجع، هذه سجع تسمى. السؤال الرابع، تكرر الاستفهام في القسم الثالث من النص، أشر إليه وأوضح الغاية من استخدامه. القسم الثالث من النص، يلا. هذا القسم الثالث أستاذ أنا، هنا الاستفهام في هذا الجزء هنا. لماذا كثر هذا الاستفهام؟ أي مشكلة تتحدث؟ نعم، هل يحتاج نزار؟ نزار قباني إلى تصريح لدخول بيتي. صحيح، هذه الجمل تضمنت الاستفهام. طيب لماذا لماذا استخدمه؟ بلكي أحسن للاستعلام والاستفسار. هنا ليس الهدف استعلام واستفسار يا كريم، دائما ليس الهدف من الاستفهام دائما هو طلب جواب. هنا الهدف منه ما هو؟ الهدف هو إظهار ما لقيه من ترحيب، وإظهار مدى محبة هذا المدير الجماركي له. عن أي مشكلة تتحدث؟ يعني عم بجمله؟ إيه عم بيقوله، لا عم بيقوله ما في عندك أي مشكلة، ليست هناك مشكلة، أدخل ما تريد. هل يحتاج نزار كباني إلى تصريح إلى دخول لدخول بيته؟ هنا يعني أراد بوضح له أنه فيك تفوت لبدك إياه، يعني استعمل هذا، استعمل هذه الجملة الاستفهامية لماذا؟ ليدل على مدى محبة مدير الجمارك له، أنك نزار كباني ليست هناك مشكلة، لست بحاجة إلى تصريح، لست بحاجة إلى أي شيء ليعرف عنك، بما أنك أنت نزار فقط، بما أنك أنت الشاعر نظام نزار. إذن هنا استعمله استعمل هذا الاستفهام ليدل على هذا الترحيب. واضح؟ نعم.
سؤال أخير، غلب في هذا النص الأسلوب الخبري على الأسلوب الإنشائي. نحن تحدثنا عن الجمل الإنشائية سابقا وعن الجمل الخبرية. استخرج بعض الجمل الخبرية موضحا غاية الكاتب من استخدامها. نحن الآن لن لا أو يمكننا أن نستخرج بعض الجمل. من يستخرج لنا جملا خبرية من النص؟ كل ما هي جملة خبرية التي هدفها نقل الخبر، نقل المعلومة. أستاذ وصلت إلى مرفأ بيروت في 15 كل معظم النص هو جمل، معظم جمل النص هي خبرية. جمل خبرية. لماذا؟ لماذا هي خبرية؟ لأن النص سيرة ذاتية. لأن النص سيرة ذاتية، صحيح. لأن الكاتب يخبرنا بمراحل حياته وما حصل معه، ويعتمد على الحقائق. السيرة الذاتية تعتمد على الحقائق وليس فيها انفعالات. الانفعالات ما تعبر عنها الجمل الإنشائية، وقد وردت كما حصل في السؤال السابق، وردت بشكل قليل. الجمل الإنشائية يا شاطرين اذكركم: الاستفهام، التعجب، الأمر، النداء، المدح، الذم. تذكرون ذلك، صحيح؟ تحدثنا عن هذه الجمل سابقا، أليس كذلك؟ إيه صحيح. طيب، بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن السيرة الذاتية، ولكن فلنأخذ استنتاجا سريعا. لاحظوا ما هي السيرة. اقرأ يا من يريد أن يقرأ هنا. أنا يا أستاذ سابين. أنت معنا يا سابين؟ سابين أنا بقرأ. سيرين افتوني. أحد يريد عن القراءة من شخص جديد. يلا السيرة. أوكي، بلش من فوق. نعم. السيرة فن أدبي يتوقف على محطات من حياة أحد الأشخاص. محطات يعني مراحل زمنية متعلقة بحياتي. نعم. وهي نوعان: ذاتية يتكلم فيها الكاتب على نفسه. نعم. وغيرية يتناول فيها حياة غيره. نعم. ومن سمات السيرة. ما معنى سمات؟ سمات يعني مميزات، يعني مواصفات، يعني مميزات السيرة. يعني أنا إذا قلت لطرحت عليك سؤالا مثلا: حدد نوع النص، أنت تقول لي سيرة، وأقول لك مثلا: واذكر بعضا من مميزاته أو من صفاته، أنت بتقول شو هذه هي الصفات. تفضل يا بشكل أسرع، بقي لدينا دقيقة واحدة. الصدق والعفوية، استخدام ضمائر المتكلم، السيرة الذاتية، ضمائر السيرة الغيرية، الزمن الماضي أو الأفعال الماضية لسوق الأحداث. لسوق الأحداث. لحظة، الزمن الماضي لماذا؟ لأنني أنا أتحدث عن شيء مضى، أنا أسرد سيرتي، لذلك طبيعي أن أستعمل الأفعال الماضية. نعم، كثرة التاريخ يعني كثرة وضع التواريخ المتعلقة بالأحداث. أكملي. ذكر أسماء الأمكنة والبلدان التي ارتبط بها صاحب السيرة، وأسماء نعم. الأشخاص الذين تأثر بهم. نعم، بهم. عدم التركيز على حادثة واحدة بعينها، بل استعراض حوادث متفرقة